فريق شباب السوالم الرياضي هو الممثل الثاني لمنطقة ولاد حريز، وأحد الفرق اللي صعدت حققت الصعود هذا العام، شرف لنا كبير باش نكونوا مع الفرق الكبيرة. و يعني احنا ما كنجاش هذا الصعود صدفة، جاء بعد واحد التخطيط واحد العمل واحد الاستمرارية واحد الاستقرار رغم محدودية ديال الإمكانيات. الحمد لله حققنا الصعود وكننافسوا فرق اللي كبيرة بمنطقة بالبطولة الوطنية. الإمكانيات ديال الفريق شباب السوالم محدودة جدا، وما يمكنش نقارنوها مع الفرق اللي كننافسوا، وما يمكنش حنا نقارنوا مع الفرق العريقة بالنسبة للإمكانيات. فاحنا عندنا واحد الميزانية محدودة جدا، كنتلقاو الدعم من المجلس المحلي من الجهة ومن الجامعة، يعني ما عندناش شي موارد قارة من شي جهة أخرى. رغم أننا في واحد المنطقة، للناس اللي كيقولوا فيه شوفوا في السوالم بأن واحد المنطقة عندها منطقة صناعية كبيرة ومعروفة ومن المناطق الصناعية كبيرة ومعروفة في المغرب، ولكن رغم ذلك فما عندناش حنا شي ناس اللي كيدعمونا. فحنايا الميزانية ديالنا محدودة جدا وما كتعداش مثلا تقريبا واحد مليار و200 مليون في هذه السنة اللي غتكون عندنا بالدعم ديال الجامعة بالدعم ديال الجامعة وديال الجهة وديال الجماعة. فالإمكانيات ديالنا محدودة، ومع ذلك ومن هذا المنبر ديالكم كنوجه نداء بان نداء جميع المتدخلين في المنطقه اللي غيورين على هذه المدينه. فالشباب السوالم الرياضي في حاجه الى دعم لجميع الجهات، لانه هو من نقطه الضوء اللي عرفات بمدينه السوالم على الصعيد الوطني. ما يمكنش حنا عندنا واحد الممثل اللي كيشرفنا وما ندعموش، ما يمكنش يوصل الصوره ديالنا بهذيك الصوره اللي بغينا وحنا ما كيتلقاوش الدعم. يعني مجهودات فرديه تقريبا ديال شي ناس، تضحيات من الرئيس ومن المدرب ومن اللاعبين اللي عندنا ومكونات جبل السوالم الرياضي كامله كتضحي من اجل تكون الصوره ديالنا واضحه وجميله في على الصعيد الوطني. لهذا مره ثانيه كنوجه نداء للجميع، فشباب السوالم الرياضي محتاج الى دعم. فريق بدون ملعب من لعب تدريب، يعني حتى هو كنضطروا نستاجروا ملعب من اجل التدريب، فبالاحرى يكون عندنا ملعب نلعبوا فيه. لهذا فالمدينه محتاجه الى مركب رياضي يلبي حاجيات ديال الجمهور الكبير ديال شباب السوالم الرياضي. نوجه الشكر للناس ديال البرشيد، لان هاد الناس ديال البرشيد استقبلونا واحتضنوا عندهم هذا الفريق، لان ما كينساوش عامل صاحب الجلاله على الاقليم والناس ديال البرشيد اللي مستقبلينا عندهم. وحنا هادشي كيحس في نفسنا، حنا محتاجين الملعب الملعب ديال السوالم اللي الجمهور غنستقبلوا فيه الجماهير المغربيه وما نحرموش السكان ديال المدينه باش تشوف الفروق اللي كيشجعهم داخل السوالم. ما نضطروش حنا نتنقلوا لمدينه اخرى باش نلعبوا. حنا كنتمناو ان شاء الله في المستقبل يكون عندنا الملعب ديالنا اللي نستقبلوا فيه جميع المشجعين من المغرب كامل. بغينا نتمناو كنشجعوا نستقبلوهم في السوالم، ولكن نستقبلوهم في برشيد. وحنا كنضطروا دابا نلعبوا في برشيد وكنحرموا الجمهور ديالنا اللي كبير وكيضطر دابا اللي غتفتح الجمهور ضروري خصو يتنقل باش يشوف فرقته، وهذا غادي نزيدوا عاوتاني غنزيدوا اكراهات اخرى على الجمهور.